السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف أقدم تحليلي وأسباب تعادل المنتخب الجزائري ضد منتخب أنغولا حسب رأيي الشخصي يوم الأمس في أول الجولات من بطولة كأس أمم أفريقيا 2024. قبل البداية لا تنسى الاشتراك لك للفيديو سلكك جديد لنبدأ على بركة الله بالتفاصيل أكثر. نبدأ مع الشوط الأول. بالنسبة للشوط الأول فهو كان مثالي من جميع النواحي، شاهدنا استحواذ وسيطرة للمنتخب الجزائري، تنوع في اللعب، خلق فرص ومحاولات، الطريقة الدفاعية كانت جيدة وممتازة، كذلك السلاسة بالخروج من الكرة واللعب على الهجمات بطريقة ممتازة. في الشوط الأول كان كل شيء مثالي وكان المنتخب الجزائري في إمكانه إنهاء الشوط الأول وهو فائز بثلاث أهداف أو هدفين، لكن منتخب أنغولي عرف كيف يحافظ على النتيجة في الشوط الأول والبقاء على 1-0 بالنسبة للمنتخب الجزائري. في الشوط الثاني اتصدحت المشاكل وبدأت معاناة قليلة مع المنتخب الجزائري ضد منتخب أنغولا. بالنسبة لأسباب التعادل حسب رأيي الشخصي وهي بدأت من الشوط الثاني، التراجع البدني للاعبين، خصوصا شاهدنا انخفاض في الإيقاع للمنتخب الجزائري الذي كان يقدم في الشوط الأول انعدم في الشوط الثاني ولم يقدم المستوى الكبير في الشوط الثاني، ما جعل فريق أنغولا يخرج ويلعب كرة ويخلق هجمات على المنتخب الجزائري. كذلك الأخطاء على مستوى التمريرات من اللاعبين في وسط الميدان وفي الثلث الأخير من الملعب، وشاهدنا أن بعض الكرات والتمريرات كانت خاطئة، كانت في إمكانية خلق الفرص والمحاولة على مستوى مرمى الأنغولي. كذلك تغييرات بالماضي خصوصا من ناحية عندما غير بليلي وعوضه بأدم الناس، هل حقا رياض محرز كان يستحق البقاء في اللقاء؟ وهو حسب رأيي الشخصي كان أسوأ لاعب من ناحية المنتخب الجزائري مع نبيل بن طالب، فيما أحسن لاعب حسب رأيي من المنتخب الجزائري هو اللاعب فارس الشيبي واللاعب يوسف بليلي، لأنهم قدموا مستوى كبير في اللقاء، خصوصا فارس الشيبي الذي أخذ درجة المباراة عن جدار واستحقاق وقدم مباراة كبيرة، لاعب كما قلت يستحق أن يكون أساسي في المنتخب الجزائري. بالنسبة لمباراة الأمس هي نفسها مباراة مصر وموزمبيق، لأنهم كان في إمكانهم إنهاء المباراة من الشوط الأول والسيطرة بالطول والعرض على الشوط الثاني، لكن الرعونة مع التعامل مع الهجمات وإنهاؤها كانت سيئة للمنتخب الجزائري. وللأمانة كنت أتمنى أن تكون المباراة بثلاث نقاط لأنها كان في إمكانهم خرج بثلاث نقاط الأولى في البطولة. على العموم تبقى مباراة كرة القدم وهذا الشيء يحصل عادي في عالم كرة القدم، وإن شاء الله الأفضل سوف يكون جيد في المباراة المتتالية ضد بوركينا فاسو أو موريتانيا، نتمنى أن يكون في الفورمة ويستغل الفرص التي سوف تأتي في المباراة وإنهاء المباراة إذا كانت متاحة في الشوط الأول، لأن إفريقيا ما شاهدنا عند بداية البطولة لحد هذه الساعة أن المنتخبات المتوسطة تلعب بطريقة ممتازة وتقدم مباراة كبيرة، وشاهدنا عدة أمثلة لحد هذه الساعة وكل المنتخبات تقدم مستويات كبيرة والبطولة تصعب أكثر من كل مباراة إلى أخرى. نتمنى التوفيق للمنتخب الجزائري وهذا هو رأيي الشخصي في لقاء اليوم الأمس، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في القادم.